لا بس احنا طلعنا خبركم لانه جانا ناس قالوا لنا عند العربية. السؤال اللي كان يدور اليوم احمد انه الصور قديمة من مباراة سابقة وانكم انتم فبركتوا الصورة على الخبر، صورة ارشيفية، وحديث كمان صارت اليوم انه جاكم اتصال واعطونا افادة. ايش اللي صار؟ حطنا اول شيء في صدقية الخبر من عدمها والصورة، وايش اللي صار بعد عرض الموضوع؟ يعني اولا بس اترك اني سمعت لي يعني اوضح انه لا يمكن انه يعني انا اغامر بسمعتي كصحفي يعني راس مالي صدقي وافبرك صوره من اجل يعني ان اثير جلب ما لها معنى، هذا رقم واحد. ثانيا حتى وان غامرت انا فلا يمكن ان اغامر في موقع مثل عربيه نت يعني. فمساله انه الصوره حقيقيه، طبعا الصوره حقيقيه وما كنا نشرناها يعني، واذا نشرنا صوره حنكتب تحتها انها صوره ارشيفيه يعني في شرح الصورة التقطها زميلنا المصور المبدع والذكي جدا محمد الضاوي في القسم الأخير من الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي والمنتخب النيوزيلندي. والحقيقة أنه أنا قبل المباراة يعني وأنا تعرف من العصر كان في ضجة حول دخول النساء الملاعب، وأنا أتذكر أنه قبل 3 أيام عندك برنامج تحدثت أنا في حضور الزميل عبد العزيز الغيامة عن يعني العلاقة المرتبكة والمضطربة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وبين رئاسة العامة لرعاية الشباب، وتحدثت تحديدا عن الأستاذ أحمد عيد مع حبي الكبير واحترامي له. أمس اللي حصل أنه المتحدث الرسمي اللي هو عدنان المعيبد المتحدث باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم يتحدث عن السماح بدخول النساء، يرد عليه بالنفي نائب رئيس الاتحاد ورئيس رابطة المحترفين الأستاذ محمد النويطر ويقول هذا الكلام غير صحيح. ثم يرد أحمد الخميس أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم في خطاب يؤكد فيه أنه سمح بالدخول للنساء لثلاث منتخبات اللي هي الإمارات وترينداد وباغو ونيوزيلندا. ثم في ختام هذا كله يظهر الرئيس العام لرعاية الشباب وينفي أنه الخبر جملة وتفصيلا، ويتحدث أنه لم نسمح إلا في أنه إذا الأجنبيات عن طريق السفارات والسلك الدبلوماسي يعني هذه أنه يتم السماح لهم عن طريق السفارة، وعادة في الملاعب يخصص لهم الجزء اللي يعني الخطاب اللي طلع. تعتقد أنه أنصف المعيبد؟ بالتأكيد. أنت لا يمكن أنا أتخيل من أول لحظة تكلم فيها عدنان المعيبد كمتحدث باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنا على يقين تام أنه عدنان المعيبد لا يمكن أن يتحدث عن موضوع غير حاصل، لا يمكن. طب شلون يعني معلش يعني لا يمكن. خلينا ناخذ رايك احمد هنا في هالجزئيه، ايش تفسر الاحاديث الاخرى النفي اللي جاء من الجهات الاخرى؟ تاكد في انه المعلومه خاطئه عند المعيبد، ولا احد قال لهم اتصل وانفي؟ لا انت كيف تفهمها؟ ايش تحليل هذا الكلام؟ هذا كلام انا قلت برضو عندك في الحلقه يا تركي، بس ما يمنع نعيده مره ثانيه. انا اقول انه الاتحاد السعودي لا زال في عباءة الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتحديدا الرئيس العام لرعاية الشباب. يجب أن يتخلص الاتحاد السعودي من كرة القدم من سلطة الرئاسة العامة لرعاية الشباب. يعني مع احترامنا الكبير الأمير نواف بن فيصل أمير شاب ونحترمه ونقدره يعني وندفع به للأمام، يعني احنا نقف معه قلبا وقالبا، وأحمد عيد أيضا نجله ونحترمه ونقدره، لكن العمل عمل ما في مجال. اليوم يجب أن تفصل الصلاحيات ويعرف كل واحد يعني ما هي صلاحياته وما هي حدوده. طب ليش؟ طب السؤال مهم. أنا سأل نفس السؤال يا تركي. أحمد. أنا سأل نفس السؤال يا تركي. خلينا أسأل سؤال هنا معليش. تفضل. يعني إذا عدنان المعيبد يعني شخص يقدم عمل جيد، ليش كان في تضحية بالرجل بهالسهولة؟ يعني هذا ترى هذا تفسير الناس، إذا الرجل عنده خطاب وصرح بما عنده من معلومات وخطابات رسمية، ليش يقدم أنه أخطأ والناس كلها أمس كانت تتكلم أنه عدنان المعيبد أنت سبب المشكلة، أنت اللي قلت شيء ما هو صحيح، وأنه أنت أثرت الرأي العام؟ اليوم قاعد يطلع خطاب يقول له الرجال كان يتكلم وفق معلومات، مو قاعد يألف شيء من راسه. حظه السيء انه هو اللي تحول الى كبش المحرقه او كبش البداء. لكن الغريب في هذا كله انه يعني اليوم محمد نويصل لما تحدث بصفته نائب الاتحاد السعودي لكره القدم ولا رئيس الرابطه ولا بصفته في تحدث انه محمد نويصل. انا ما يعني هذه مشكله، انا ما احب احد يتعبني بصفه هذا انا في تويتر بشيء ولا هذه مشكله. السؤال الثاني، الامير نواف بن فيصل لما غرد باسمته الرئيس العام لرعايه الشباب. طب وين تحدث ابو احمد يسال يقول لك وين تحدث نويصر؟ رد عليهم في تويتر هو على تويتر. وش كانت عبارته؟ استاذ احمد اولا كيف حالك؟ اهلا وسهلا حياك. معليش انا الحين اولا اعتقد ان المعيبد ما كان كلامه فيه اي شيء خاطئ،
كلامك كان صحيح. لا 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 انا 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 على يقين انه المعيبد لا يمكن ان يتكلم بشغله ما انا انا لا انا انا كنت معاه في يوفم كان نتكلم عن اخبار الصحف تداخل معنا وكان كلامه واضح جدا. لكن النويصر محمد النويصر اعتقد تغريدته ما كانت نفي لاحد اخر بقدر ما انه كان يرد على خلنا اقول شيء ثاني تهديدات وصلته. محمد النويصر لاحقته تهديدات بالقتل حتى. انا اقولها وانا اعرف ماذا اقول. يا ساتر مضبوط ماذا هو تكلم هو غرد الرقم هاتف غرد غرد محمد النويصر غرد بناء على ما وصله من تهديدات ومن كلام وسب وبرسائل جوال وغيره. ما كان يعقب على احد ثاني. طيب ممتاز. لين خلينا نحط محمد النويصر جانب نتكلم عن الاتحاد السعودي لكره القدم اللي نفى الموضوع. ما نفى اتحاد القدم. اتحاد القدم الخطاب اليوم اللي اظهر في الشرق كان جملة تفصيل يحدد ثلاث دول هذه من حقها ان تدخل عوائل. انا هنا بجي في هذا الموضوع طيب. بالتفصيل معك خليني بس اسال احمد لكن عشان على الهاتف بيان اتحاد القدم ايه؟ كان واضح انه ما ينفي. احمد بسألك هنا سؤال وبعدين باخذ رأي الضيوف في حديثك لأنه أنت صاحب الخبر أو العربية أنت صاحبة الخبر وبعد ما نجمع منك كل المعلومات ناخذ رأي الضيوف. اليوم في أحاديث أنه الصورة اللي طلعت مش عائلة سعودية يا أحمد. إحنا على فكرة في الخبر إحنا ما كان المسألة ليست عائلة سعودية ولا غير سعودية. إحنا في الخبر ترى ما ذكرنا أساسا جنسية العائلة ولا يعني لسنا عنصريين لهالدرجة. يعني احنا ما نتكلم بس عن السعوديين وغير السعوديين مسموح. احنا كنا نرد بالضبط. يعني شوف احنا مهمتنا كصحفيين انه نطرح الاسئلة ونسعى في البحث عن اجابات لها. كلام الامير نواف مفيصل اللي ينفي فيه كلام المعيبد قال فيه انه احنا لا نسمح بدخول يعني الخبر عاري عن الصحة واحنا ما سمحنا بدخول. وانا وجهت الاتحاد السعودي باتخاذ اللازم المسموح فقط به انه يدخلوا اللي عن طريق السلك الدبلوماسي او السفارات والسفارات. احنا قدمنا هذه السيده يعني المحجبه الملفعه بعباتها ومعها سنتين ما ادري يكونوا قريباتها او بناتها انه اليوم في عائله ايا تكن سعوديه ولا غير سعوديه حضرت في الملعب وفي المدرجات الزرقاء مثل اي مشجع عادي. طيب سؤال اخير احمد هل هي تابعه للسلك الدبلوماسي؟ هل هي مشجع عاديه؟ طيب كيف دخلت وليه دخلت ايا كانت جنسيتها؟ سؤال اخير احمد لما يقول لك اليوم انه في خطاب قالوا انه مسموح بدخول العوائل للثلاث منتخبات يعني في جزئيه ما انكتبت بس هي ضمنيه والعائله السعوديه لا تدخل كيف تقرا هالموضوع؟ انا اقول لك كيف اقرا. هي ما انكتبت في الخطاب بس انا لما اقول والله يتفضل خلف ملفي ويتفضل عبد الغني الشريف بس للاستديو وانت واقف معاهم معناته يا احمد تفضل شكرا ما ابغاك تدخل ولا لا؟ انا لي صديق اسمه عبد المحسن الحميد يطرح سؤال يعني ارى انه عظيم ويصلح ان يكون اجابه لهالسؤال اللي انت تطرحه. يقول طيب لو انا سعودي وزوجتي اجنبيه او لو انا سعوديه وزوجي اجنبي ينطبق علي اي قانون في هالحاله؟ بس ما اقدر اقول اكثر من كذا. احمد الفهيد رئيس القسم الرياضي بالعربيه نت شكرا جزيلا لك. اعطونا رايكم ابو احمد انت الان بالخبر وبالقصه وبالاحاديث وبحديث بحديث احمد الفهيد وعبد الغني. اعطونا رايكم المخجل بشكل عام. انا طبعا اتكلم بشكل عام ولا ارد على احد معين. المخجل والمحزن انه كثير من الاعلاميين السعوديين لا يعرفون الانظمه لا انظمه البلد ولا انظمه الرياضه وكثير من المسؤولين في الرياضه لا يقرؤون الانظمه لا يقرؤون كثير من المسؤولين لا يقرؤون الأنظمة. وإذا أتت مشكلة لا يرجع للنظام ثم يتحدث. أحيانا يتحدث من فكرة أو من ردود الفعل أو من الشتم اللي يجيه بالتالي لازم يرد. وهنا تظهر اللي هي ثقافة المسؤول وثقافة الإعلام. أولا طرح خبر اجتهادي أنه يسمح العائلات. يا أخي أنا ما أدري كيف يغيب الإعلام أنه إحنا قبل 13-14 سنة بطولة القارات صحيح كنا ننظمناها هنا واحنا اللي بادرنا في تنظيمها بمبادرة بفكر من عبد الله الدبل الله يرحمه وبمبادرة خلنا نقول تأييد من الأمير فيصل فهد الله يرحمه وطرحت على الفيفا ونظمت بطولة القارات الى ان وصلت لمصرية ولكن كان يحضر فيها نساء من الجاليات اللي تشارك. أي. بطولة مباراة الأرجنتين قبل اقل من سنة هنا حضر فيها نساء غير سعوديات. العملية واضحة جدا في الفروسية يحضر غير سعوديات. يعني الأمور واضحة. معليش بس هنا بس بزيدك معلومة شوي ترى مباراة السعودية والأرجنتين
فيها سعوديات. اي اوكي شوف يمكن يعني فيها سعوديات. شوف خلينا اقول شيء, يمكن يكون تسرب, ممكن تدخل عائله اجنبيه تدخل مع سعوديين في الاخير. هذا يعني هذه قضيه اخرى. القضيه الرئيسيه اللي انا اقولها انه يغيب عن الاعلام, واحيانا الاعلام يجتهد ويسبب بلبله بدون داعي. انا اقولها بكل صراحه. لا بس ابو احمد بلبله شلون يسببها يعني بلبله مثلا يعني لما معلش خلني اقول لك شيء. انا الحين يعني كصحفي في جول اونلاين وطلبت مني يا رئيس التحرير انه انت تجيب المعلومه. انا اطالع على تويتر في كلام للرئيس العام ومعليش لا ما اتكلم عن هذا الحين, اتكلم عن ما قبل. خلني بكملك ابو احمد وانت جاوب. انت الحين رئيس تحرير وانا محرر عندك, قلت لي يا تركي جيب لي الخبر. الرئيس العام عنده كلام في تويتر, نائب رئيس الاتحاد عنده كلام في تويتر, المتحدث الرسمي عنده كلام في تويتر, وفي خطاب طالع والمنظمين يقولون كلام. تلومني انا ولما يجي صحفي ثاني, واحد اخذ كلام نواب بن فيصل مع الاحترام والتقدير, واحد اخذ كلام عدنان المعبد مع الاحترام والتقدير, وكل واحد فينا اخذ خبر من واحد ونزلناها في الصحف, تجي تلومني تقول يا محرر جول اونلاين ليش اخذت كلام نواب بن فيصل وما اخذت كلام فلان؟ لا 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 شوف انا قلت لك مقدمه بسيطه, الاعلام والمسؤولين, وهذا كلام واضح وكل واحد قاعد يعطينا جواب يا ابو احمد, انه هذا شيء مخجل مخجل, انه في اعلام ما يفهم الانظمه, لا انظمه البلد ولا انظمه الرياض, وفي 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 مسؤولين كلها الربكه, وفي مسؤولين وفي مسؤولين ما يرجع الانظمه, يعني مزاجه برده فعله بالمود اللي هو فيه, اذا جاء شتم. يعني على فكره امس شتم نواف الامير نواف, شتم محمد نواف, جاء تهديد بالقتل, جاءت اتصالات بالقتل, وجاء رسائل على تلفونه, وما لا قتل ولا جمل. عندنا ناس مجانين في تويتر, مجانين بالرسائل الجوال, على اي اساس ما ادري. يعني حتى هؤلاء اذا كانوا ما يعرفون انظمه البلد كارثه. ايش دخلك تهددني ولا من هو انت تهددني؟ انا من هو انت؟ بكل بساطه اقدر ارجع الجوال واديك لمره وتسجن. وهذه ما ادري شلون تغيب عنهم الثقافه هذه. الان بكل سهوله انت شتمتني بالجوال او هددتني بالجوال مكالمه او رساله, اروح الاماره ويجيبونك يسجنونك ويعاقبونك. المشكله اقول ايضا, ولكني احمل انا في كثير من الاعلام للاسف الشديد, معليش في الاسف احيانا يثير بلبله ما له داعي. في هذه القضيه انا اقول الاعلام له جزء, والمسؤولين للاسف الشديد عندهم مشكله كبيره, انه بعضهم. لكن المعيبد كان كلام انا سمعته بنفسي, يعني كنت معاه على الهواء مباشره, كلامه كان نفس الكلام, الخطاب تقريبا اللي موقع باسم الاستاذ احمد الخميس. واضح انه انا حتى لو جتني عائلات من مثل ما قال امير نواف فيصل دبلوماسيين من السفارات ما راح منعهم, ما اقدر منعهم. السؤال الاخير عشان اخذ راي عبد الغني, طولنا عليه. السؤال الاخير ابو احمد قبل ما نروح لعبد الغني, انت كيف تقرا هذا الخطاب اللي يقول لك والله مسموح للعائله النيوزيلنديه والعائله الفلانيه والفلانيه, وما ولا ياتي الحديث عن العائله السعوديه؟ ممنوع معروف. اي انا اسال سؤال بس, كيف تقرا انه ما ياتي حتى الحديث عنها؟ ليش ما يكون في مباشره ووضوح في الموضوع؟ معروف ان العوائل السعوديه لا تدخل المباريات, هذا معروف. ما في كل ما يعني كل مره تطرح خليها اساس. وما في قرارات صارحه. انت تشوف هذا الشيء منطقي؟ منطقي كيف يعني؟ انه هذه انظمه البلد. طيب لو يعني لو في يوم من الايام على سبيل المثال قياس, يعني قاعدين نقيس, سمح بقياده المراه الغير السعوديه للسياره في السعوديه, كيف ممكن تكون رده الفعل؟ انا ما اقدر افترض اشياء زي كذا تركي. انا عندي 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 دوله تشرع, يجب اني انا كمواطن اني انظر لها كدوله تشريعيه واحترم هذا واعزز من هذه التشريعات انا كمواطن. لكني ما اقدر اناهض في اشياء كثيره احيانا. مثلا اخطب شيء اليوم, خطيب الجمعه عندنا في حينا اعجبني وهو يردد اثناء الخطيب يمكن 4-5 مرات, كل ما يتحدث في شيء يعيد عباره ويعيدها بتاني ورساله واضحه, يقول ما نهي عنه يجب انت عليك ان تجتنبه جمله وتفصيلا. يجب أن تجتنبه جملة وتفصيلا, وما أمرت به تؤدي حسب قدرتك. رسالة واضحة وبليغة. معلش شوف عيد الجملة لأنها فعلا جملة. ما نهي عنه, ما نهي خطيب عنه. خطيب جدا أحترم دائما. ما نهي عنه يجب أن تجتنبه جملة وتفصيلا, ما هو بكيفك. وما أمرت به, طبعا في التشريع وفي الهدي النبي صلى الله عليه وسلم, تؤدي حسب استطاعتك. أعتقد أنه واضح, ويتكلم عن ما يحدث في كل دول العالم الإسلامية ويحذر المواطنين والمسلمين في البلد. عبد الغني معليش طولنا عليك, بس كنا نحاول نجمع اكبر عدد من المعلومات. تفضل عبد الغني. اولا تركي, يعني شوف, يمكن احنا تصريح الاستاذ عدنان المعبد, يعني احنا يعني هو يوم طلع احنا اخذناه على صيغه ولا تقربوا الصلاه,
وبس وقفنا. هو قال مثلا عائلات، يعني البعض على طول يعني طار انه خلاص انه العائلات السعوديه وانه كل العائلات انها بتحضر. وهو طبيعي يعني كل البطولات زي ما قال ابو احمد يعني من 13 سنه كل البطولات تقام، العائلات الغير سعوديين بيحضروا بيشجعوا منتخبات بلادهم او انديتهم. حتى في بطوله منتخبات كره اليد في جده كان في حضور نسائي ايضا. يعني هذا الشيء طالما انه يعني خارج المنظومه، يعني ما في شيء. انا في النهايه طالما انه في قوانين في البلد انه بيمنع دخول النساء السعوديات للملاعب، خلاص الجميع بيتقيد فيه. هذا نظام لابد. مثل ما احنا مثلا بنروح مثلا خارج المملكه، بنروح مثلا يعني اوروبا او امريكا، في اشياء مقيده مثلا دخول المطارات او شيء، في اشياء مقيده بالنسبه لنا، خلاص احنا بنضطر لازم نتجاوب مع هذه الانظمه. لكن السؤال المهم الان، ملكيه الملاعب لمين؟ ما هي الرئاسه العامه لرعايه الشباب؟ هو المفروض القرار في النهايه يكون هو قرار من الرئاسه العامه لرعايه الشباب. حتى اتحاد كره القدم اذا وصل له خطاب فقط خطاب كاجراء تنظيمي. حتى المفروض انه يعني اتحاد كره القدم ما له دخل، لانه تنظيم دخول الملاعب وتنظيم الاشياء هذه كلها هي ملك الرئاسه العامه لرعايه الشباب. انا بصراحه يعني شوف الملف هذا لابد انه بصراحه يغلق بشكل كبير جدا. لما نجي نتكلم عن حضور النساء للملاعب، اولا خلينا بس نصلح الملاعب للشباب. خلينا اول نسوي ثقافه الجمهور انه يكون الالفاظ السيئه او غيرها. خلينا نجهز دورات مياه يعني تليق بانه يعني احنا كرجال، يعني فما بالك في النساء الرقيقات لما بيشوفوا مناظر دورات المياه، صدقني والله من اول ربع ساعه بيروحوا بيوتهم. يعني بصراحه يعني نتكلم اولا نوجد البيئه الخصبه لحضور النساء. يا اخي اذا كان في حضور طالما بادب واحترام انا يعني ما اختلف عليه، لكن هذه الامور تقررها الدوله، النظام الموجود في السعوديه الآن لابد أنه بصراحة يعني يكون في الأمور واضحة. لابد أن نعرف أنه مسألة دخول الجماهير بشكل عام هي مسألة تنظيمية، مسؤولية الرئاسة العامة لرعاية الشباب وليس اتحاد كرة القدم. هو الموضوع يعني الربكة اللي صارت ما كان لها داعي. يعني دائما إذا احنا نقول إذا في قانون وفي نظام يا أخي قوله وما عليك من أحد، قول النظام والقانون والناس يعني في تطبيق القانون مش على المزاج مش على الكيف. في قانون حتطبقه ما تطبقه في عقوبات، في اختراق للقانون حتعاقب عليه. قول الكلام بكل وضوح بكل صراحه وما عليك من احد. يعني هذا هو المهم. حتى في لجان اتحاد القدم دائما نقول لجنه الانضباط ولا اي لجنه، يا اخي قول القرار وحط النظام والقانون وما عليك من احد. دائما يزعل اللي يزعل ويرضى اللي يرضى. اذا في قانون ماشي على الجميع ما حد يتكلم. يمكن تبغى تحلق بس استكمال لكلامك يعني انه نواف يقول سيتم التحقيق، مع احترامي كلام غير منطقي. انت عندك نظام يجب ان تقول هذا النظام للناس كلها، انت عندك نظام استناديه وانتهى الموضوع. اذا صار في خلل انت تبحث هذه الامور بطريقتك بدون ما انه يصير فيه اشياء احيانا غير منطقيه. بس الاخ عبد الله لما يقول انه تنظيم الرئاسه، لا، هي الرئاسه تملك المنشات لكنها لا تنظم. اللي ينظم هو اتحاد اللعبه.